بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الفلاحين، دائما في نفس الموضوع وهو المعالجة الشتوية الوقائية والعلاجية في فصل الشتاء بالنسبة للأشجار المثمرة. إذا الدواء فيه نوعين، عندنا دواء علاجي ووقائي. وش معناتها؟ العلاجي هو يكون عندك المرض أصلا موجود في الجنان ولا في الشجر، وفي هذه الحالة لازم مختص هو اللي يشخص لك من خلال الأعراض اللي يشوفها المرض ويحدد لك النسبة نتاع الدواء اللي تستعمله، سواء كان ليكيد ولا قبرة. وبالنسبة للإجراء الوقائي، هذا نديروه ولو ما كانش إصابات في جنان، لأنه ممكن إصابة تجيك من جنان تاع جارك، وممكن تتكون لك مع الظروف اللي عندك في جنان. لذلك هذا الدواء الوقائي يعني يعتبر كما الإجراء اللازم باش تديره حتى تتفادى المرض وتتفادى طبعا الخسائر المترتبة على المرض. وهذا الرش الشتوي طبعا عنده شروط، من الضروري التقيد بها، سواء كان من ناحية الأعمال الزراعية اللي وجدها الفلاح واللي كنا تكلمنا عليها في السابق من ناحية جمع الأوراق إلى آخره، أو من ناحية الوقت اللي تقوم به بهذه العملية، ولا حتى لا دوز يعني التركيز نتاع هذه المادة ولا هذا البرودوي اللي راح تستعمله. إذا بالنسبة للفترة رانا في الوقت نتاع العلاج الشتوي، هو يبدأ من الخريف، نهاية الخريف عندك حتى نهاية الشتاء وانت مع العلاج الشتوي. وفي هذا العملية طبعا كاين أدوات كنا أيضا تكلمنا عليها في السابق لازم تكون متوفرة. بالنسبة الآن للأنواع الشائعة يعني واللي نقدروا نستعملوها على العموم في الجنان، سواء كان عندك تفاحيات ولا لوزيات، يعني سواء عندك شجر تاع مشماش، برقوقة، لوز، خوخ إلى آخره، أو تفاحيات كما التفاح والأنجاس والصفرجل. هذو الاثنين نقدر نستعملهم الدواء المعروف عندنا، احنا نقولوا له لابوي بوردولاز، وهذا عبارة عن زيوت، خليط من زيوت نحاسية معروف عند الفلاحين باسم توتيا. توتيا هذه اللي لونها زرق تجيبها وتخلطها في الماء، اون دوز باينة عندك تقريبا العمر تاع الشجرة، نقولوا حنايا ريتلا في عام، معناتها عندك شجرة تاع 10 سنين تقدر تستعملها 10 ريتلات. طبعا هذا الخليط بعد ما تقوم بالخلط تاعو وفقا لا دوز اللي مكتوبة في الكيس اللي راح تشريه نتاع التوتيا، طبعا تحترم لا دوز هذه، وتخلط وتقوم بالرش من فوق الى اسفل، هكذا باه الشجره تشرب منه مليح. اذا هذا الدواء هذا اللي رانا نديروه راح يتفادى لك مجموعه من الامراض الخطيره واللي يشكي منها الفلاح، كما عندنا العلك. العلك هذاك العلك اللي يخرج من الشجر ويسبب في مشاكل كبيره. عندنا ايضا كيما الامراض لا تافلور، هذيك اللي تظهر بشكل بقع بنيه على التفاح على الانجاس. ثاني هذه التوتيه تقضي على البيوض، تقضي على الحشرات، تقضي على الديدان اللي معشه داخل الشجر. كاين ثاني فكره اخرى نقدر نعطيها لك وهي لاشو، الجير معروف هنا بالجير. اذا الجير ثاني عنده دور وقائي وعنده دور حمايه، نقوموا بالخلط تاع هذا الجير مع الماء ومن بعد نكبوه ونغلفوا به السيقان، يعني العضاد الخشان تاع الشجر نغلفوها بهذا الجير اللي عنده دور كبير في الحمايه. اولا راح يسكر الطريق على هذا الديدان باه تدخل وتعشش لداخل، ثانيا راح يغلف الجراح وبالتالي الشجره هذه ما تعاودش تمرض، وايضا حتى في وقت الجليد راح يغطي هذا الجراح وهذا لي سيكاتريس هذو راح يغطيهم وما يخليش الجليد يضرب الشجره من داخل. هناك ايضا بعض المبيدات الحشريه، وهنا ينبه الفلاح بلي ما لازمش يستعمل بطريقه عشوائيه ولا يشوف جاره واش راه يدير يروح هو ثاني يدير هذا المبيد الحشري، لانه كل مرض عنده العلاج نتاعو على حسب النوع نتاع حشرة وعلى حساب الفترة اللي راها فيها، يعني ببيض ولا ديدان ولا يرقات إلى آخره. إذا النصيحة اللي نعطيها لك بالنسبة للمبيدات الحشرية يجب استشارة أخصائيين اللي يعرفوا في هذا المجال، واستعمال الدواء طبعا بنسب مناسبة حسب الحالة اللي عندك. وفي الأخير تقبلوا مني تحيات إلى الحصة المقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.